قدموني الاخوان وهم اطلق مني واعلم مني. الله الله. جيناكم بالليل دعوتكم، هذا اللي جابنا وجاي دافعكم وصلت عني. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. هل المزن ما أمطرت ورعدت؟ يا مرحبا بالشيوخ من طوالها، حياكم الله وبياكم في بساط الشيخ سلطان. يا مرحبا ألف، تفضلوا حياكم الله. حياكم وجزاكم الله خير على هذه الزيارة الكريمة المباركة، اللي يجون من منطقة عسير واللي من جدة واللي من الرياض واللي من الشرقية واللي من خارج المملكة، جزاكم الله عنا كل خير. وأسأل الله لا يليكم شر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء. حياكم الله في هذا المقام، مهما عبرت ومهما جمعت من كلمات في نفسيتي وعلى يعني وضعي الحالي بصحتي وأطمئنكم عليها ولله الحمد، وعلى استقبالي لكم لا توفيكم لكل واحد منكم لو أضع له بعير وحده، والله إني ما أوفيكم في حقكم. الله يحفظكم وليكم شر إن شاء الله. أشكركم وأشكر أهل عسير، أشكر الشيخ مساعد القصادي، شيخ الشمل الأشراف،